متابعين معكم محطاتنا لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، واليوم مثل ما خبرناكم الصبح مايا رح تتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء، وايضا كل الايميلز وردت لها من قبل بولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح النور. وين عاد عليكي؟ رمضان كريم لإلك ولكل المشاهدين. للجميع يا رب. اليوم قبل ما ناخذ اول اتصال من المشاهدين خلينا نحكي عن موضوع كثير اساسي. الاهل بيعتلوا همه والاولاد بيكرهوا، مزبوط، واللي هو الفروض المنزليه بخلال فصل الصيف. يا رح نخصص له حلقه أكيد قريبا جدا، بس مثل ما عم بتقولي هيدي المشكله بالبيت بالصيف، يعني انه خلصنا بقى خلوا عني بقى بيأدي بقى. هلا رح اعطي هيك بس هيك رؤوس اقلام صغيره لانه رح نخصص حلقه لهيدا الموضوع، بس بدي اقول شغله كثير اساسيه غيدا، انه ما بنقدر نعامل الولد اللي عنده مشاكل دراسيه اللي ما كانت نتائجه منيحه مثل اي ولد تاني تفوق او كان عنده يعني نتائج كثير منيحه، لانه بنعرف انه الولد يلي عنده اي مشاكل بده ساعات اكثر يعني درس. صحيح. بالنهار، يعني بنفهم انه يوميا نكون مخصصين وقت للدرس مع تلميذ بنشوف انه نتائجه ما كنا كثير راضيين عنها، بس التلميذ تاني نتائجه كانت كثير منيحه يمكن مرتين اسبوعيا على الاكثر يكونوا كافيين حتى هو يضل بس متذكر هالمعلومات. مزبوط. نحن هدفنا انه التلميذ يضل بس متذكر المعلومات. في اتصال ولا بكفي؟ خلينا نكفي الموضوع. اوكي مايا. خلينا نحكي شوي كمان عن الاهل لما بتصير خبيصه القصه، يعني بتصير انه كل يوم ندرس بوقت شيء وما في ايام محدده للدرس، اوقات الاثنين، اوقات الاربعاء، اوقات السبت، اوقات كيف ما زبطت معنا. ضاع الديسيبلين. ايه مزبوط، يعني بنشوف انه على فضاوتنا اذا ما في مشروع بحر، ما في ظهره بندرس. الولد هيدا اكثر شيء بيأذيه واكثر شيء بخليه يستلشئ، يعني هيدا اكثر نقطه بتخليه انه مش ماشي بروتين معين، منزيد من امكانيه انه ما بدي حل عني اجت الصيفيه اللي بدي ادرس، منزيد من امكانيه انه نضطر انه كثير ننق وكثير نعدله. فمشان هيك الروتين كثير مهم، انه من اول ما يبلش الصيف اكيد من بعد ما يكون اخذ هيك اسبوعين ما جبنا سيره الدروس فيها وما حطينا بروجرام فيها، نحط بروجرام للدرس بالايام، يعني على كالندر بالايام انه كل تنين وكل اربعه من اي ساعه لاي ساعه، ونناقش الولد شغله كثير مهمه، لانه بتشوفي انه اجمالا الاولاد خاصه من عمر السبع سنين يلي هو العمر الفروض المدرسيه قبل ما بكون في فعلا فروض أكيد. مدرسيه ببلشوا يناقشوكي، يعني ليش بدي ادرس؟ ليش ما انا بعرفهم؟ ما هلا صيف ما عم نروح على المدرسه، وفي اولاد بيعلقوا يعني بيصروا على ارائهم، بتشوفي انه صعبه انه تقنعيهم، فمشان هيك بدنا نشدد اول شيء على نقطه انه بدك تدرس لحتى تضل متذكر سنة الجاي، لأنه أنت هلأ ما عم تروح تشوف المعلمة والمعلمة ما عم تشرح لك، بدك تضل متذكر، وبعدين لأنه أنت مفروض هلأ تدرسهم هولي. كتير بحب نحكي عن الكومبيتيسيون عن المنافسة، يعني أصحابك يمكن يفوتوا مذكرين كل شيء، أنت تنسى الأحرف، ما تقدر ترفع ايدك تتجاوب. في اولاد مضطره هالقد تتعمقي بالنقاش معهم لان ما بيخلصوا. رح نخصص مثل ما قلتي حلقات عن هالموضوع. في كثير اشياء، في كثير اشياء لازم اكيد تنحكى، خاصه وانه فتره الصيفيه يعني كنا نعتبرها يمكن كثير طويله، هلا صايره صيفيه. مزبوط. كمان اصغر للاولاد بخلال فتره الصيف، وايضا خاصه لكل الاولاد اللي بيصوموا هلا بخلال شهر رمضان المبارك، ان شاء الله بينعاد على الجميع. انا اليوم مبسوطه بالاباراي كثير، لانه عم نذكر المشاهدين انه بتسمعونا دائما من اباراي التليفون ومش من التلفزيون. كريستين من بيروت، الو صباح الخير. الو الو بونجور. بونجور كريستين، ينعاد عليكي. ميرسي وعليكم. تفضلي مايا عم تسمعي. بدي اسالها، انا عندي بيبي عمره 10 اشهر. نعم. وعنده مشكله انه ما بيقعد مع حدا اكثر من نص ساعه ساعه، حتى اذا بده ينام ما بيقبل لا ينام مع حدا ولا ياكل. قصدك تقولي لي انه ما بيقعد مع حدا غيرك؟ ما بيقعد مع حدا غير، يعني بيقعد مثلا عند تيتا او جده نص ساعة ساعة ماكسيموم. اوكي، بعدين شو بيصير؟ ببلش يبكي؟ بعدين ببلش يبكي وما بيقعد يسكت ابدا ابدا، يعني مثل بيعمل كريز يعني. خلص. وهيدا الشيء هلا بلش ولا من هو صغير؟ من هو واصغر؟ من هو اصغر انا ما كنت كثير حطه، حتى هو وبيبي ما كان حتى يقبل ياخذ البيبرون مع حدا. يعني انا بفهم منك انه هلا مؤخرا يمكن لك بس شي شهر تقريبا عم بتحطيه عند حدا، عم تطلبي من حدا ثاني؟ ايه عم حطه، حتى مثلا بدي نايمه بالليل بينام بيرجع بيوعى، ما بعرف كيف هيك بيوعى وبيبلش يبكي.
هلا الوعي صار غير موضوع اكيد، في عده اسباب للوعي يعني. هلا هو بالبيت ما بيوعى، بس يكون حطيته عند حدا بيوعى. اوكي اوكي. طيب تقلك شغله، هلا طبيعي كثير انه كنا كل الاشهر اللي قبل ما عشنا عيشناها الانفصال عنا، يعني ما حس بالسيناريو اللي هو عم بحطه عن تيتا، عم قله باي مامي وعم روح، يعني كل الوقت امه تحت نظره نوعا ما. فكتير صعب انه فجاه بعمر حتى يعني حتى عم تقلي 10 شهور، انا بقول لهم لكل الامهات انه حتى اول 5-6 شهور او حتى اول 4 شهور اذا نحن ما بنحط اولادنا مع تيتا وجده او مع حدا، وفجاه صرنا نحطهم على 4 شهور حتى بدون وقت تيتاقلموا، رح يرفضوا هيدا الموضوع، ما رح يقبلوا يناموا بسهوله، ممكن ما يقبلوا ياكلوا، رح ينقوا، رح يبكوا، كثير طبيعي لانه في فتره تاقلم، في ادابتاسيون بدنا نشتغل عليها. اكيد كان لازم نبلش قبل، يعني انا بنصح كل الامهات انه ما يحسوا بالذنب، يعني حتى بس يكون الولد عمره شهر ونص شهرين، اذا الام صارت قادره تظهر انه تظهر مش مشكل، وتحطه تنيمه عند حدا مش بروبلم، على شرط اكيد اشخاص بنوثق فيهم. هلا الحل هو انه بدنا نشتغل تدريجيا. كيف مثلا بنشتغل تدريجيا لما مندخل الولد للحضانه او للجاردوري؟ بدنا نشتغل تدريجيا بنفس الطريقه، يعني اول شيء غلط كثير اول ما بيبكي تلفنوا لك ربع ساعه تكوني موجوده، لانه رح يعمل هو اللينك، رح يعمل الربط ذهنيا انه بس ابكي بتجي مامي، بتجي مامي. بس منيح ربع ساعة حسب العجقة الساري بكنت تتأخر أكثر. عفاكي لا أنا اللي بقلها يا غيدة أنه خليكي عم بتحطي مثلا عن 6 وتنقول فاين، سير زيد الوقت، يعني مثلا اليوم تركتي ساعة، أول 3 أيام تركتي ساعة، بعدين جربي ساعة وثلث، سير زيديهم ثلث ساعة، ثلث ساعة، شوي شوي، إلى أنه هو رح بيوقف بكي، هو رح بحس بالأمان لوحده مع هول الأشخاص. بس ما توقفي، ما عم تعملي شيء غلط، زيد الوقت تدريجيا. هيدا الوذدرول أو الانسحاب تبع الأم يلي كثير مهم يكون تدريجي بهيدي الحاله. كمان اتصال فوزيه من بيروت، الو صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، وينعاد عليك ان شاء الله. الله يخليك. تفضلي، عم تسمعك مايا. ايه حبيبتي. تفضلي. دكتوره، عندي ولد عمره 4 سنين. نعم. من 3 سنين، من كان عمره 3 سنين بيلعب بالمسالك. وبقوم بالليل بلاقيه حاطط ايده. عرفت ايه؟ بقوم بالنهار ماشي حاطط ايده. اوكي. شو الحال؟ وين ما كان، يعني حتى لو في ناس عم بيزوروكم بالمدرسة؟ بالمدرسة لا، بخاف. ولا بتحسي انه بالبيت؟ بالبيت اذا في اشخاص غرابة ما في؟ لا ما عندي. لا لا، انا اللي عم بسألك انه وقتها بيمارس هالعادة او هالخصلة بينزوي ولا ما بتفرق معه؟ مين ما كان فيه موجود بتحسي انه عنده هالعاده؟ إيه لا، امرار بكون عمالي عامل عم بيعملها وبس اجي انا على الاوضه بخاف. عرفتي كيف؟ إيه. هلا الشغله كثير طبيعيه، يعني منا شغله انه بتخوف. ما بيسوى، بتصير عوجه، بتصير غير شكل، ما بتعود فيك تكبر. طيب انا بدي اسالك سؤال ضروري. ايه نعم عم تسمعيني؟ طيب إيه؟ بتحسي انه عم بيقضي وقته على هالعاده؟ لا لا لا، يعني لا. ممكن عم يقطع معظم ساعات النهار او ساعات طويله بالنهار ولو مش بشكل متواصل، بس في وقت طويل بيمرق بالنهار عم بيمارس هالعاده؟ لا 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 لا. طيب لا. وقتها بيجوا لعنده اشخاص بيقربوكم او اصحابه إيه؟ بجرب كمان مثل يعملوا لعبه من هالعاده سوا؟ إيه كانوا بطلوا. اوكي، انت يعني شفت هالشيء واعطيتي تعليمات يعني تقريبا وقفني. عالجت 3/4 بس بدي عم بسالك لاعرف انه اذا في شيء نفسي، وما عنده شيء نفسي، مدلع ومرهف وكل شيء. اوكي عرفتي كيف؟ ايه وطلباته مجابه. تكرم عينك، شكرا لاتصالك حبيبتي. باي. هيدي العادة السرية أو الماستورباسيون يلي دايما بس احكي عنها بيتفاجئوا المشاهدين وقتها، بقول إنه حتى ممكن من عمر سنة ونص سنتين بلش نشوفها عند الأولاد. هلا أكيد بالبداية ما بنشوفها نحن بهدف أي غرض جنسي أو أي حالة نشوة أو أورجاسم أبدا عند الأطفال، أكيد بيكون في حب مجرد حالة حب استكشاف، حالة استرخاء، أوقات قبل النوم أكثر شيء، وقت يكون الولد ممدد قدام التي في قبل ما ينام بتخته. هلا
عمر الاربع سنين شائعه، يعني بنشوفها عند كثير من الاولاد ان كانوا صبيان او بنات، يعني مش انه الصبيان اكثر من البنات. اكيد بهذا العمر بصير في حالات انتصاب معينه عند الصبي، اكيد ما بدها تخاف، يعني هيدي العاده السريه يلي بنشوفها. هلا اجمالا ما بدنا نخوف الولد، يعني ما بدنا نقول له انه رح يفقد هالعضو التناسلي يلي موجود بجسمه، لان بعض الاهل بخوفوا الولد بيقولوا اذا بتحط ايدك ما بيقعد عندك، هذا شيء كثير غلط، لانه اكيد رح نخلق له فكره غلط رح تكفي معه. بدنا نراقب عن قرب ونهنيه بكل مره هو ما عم بيمارس هالعاده، ونلهيه بغير اشياء، يعني نعبي له وقته، نعيط له بس يكون قاعد لوحده على التيفي، بس يكون قاعد لوحده بالاوضه، نرافقه للنوم لو صار ينام وحده، نضل حده حتى ينام، يعني في كثير نصائح فيها اعطيها. اعطيتك سريعا الاشياء السريعه. اكيد، وان شاء الله ترجع بتخصصي حلقات عن هالموضوع ماي، رح نشوفك جمعة الجاي ان شاء الله. مزبوط. بعالم صباح رح نتابع محطاتنا بعد لحظات الشيف شادي ورشه ملح، ومن بعدها كمان ضيفنا لليوم، خليكن معنا.